العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الدودي في ضيافة نادي مسير الغد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وذلك في حديث عن التكنولوجيا الحديثة والتكوين في ارتباطها بين دينامية التنمية الاقتصادية بالمغرب. حسن زكي وحسين وفقي. هو لقاء تواصلي بين طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بستات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لقاء لطرح العديد من انتظارات الطلبة، وكذا مناسبة لاستعراض استراتيجية الوزارة في مجال البحث العلمي والتكوين الجامعي وتمكين الطلبة الباحثين من الأدوات التقنية والتكنولوجية الحديثة. هذه شريحة من الشباب المتميزين، وعلى الحكومة أن تشجع هذا الشباب وأن تستمع إلى الشباب أكثر ما تخاطب الشباب، لأن الشباب له رأي وعلينا أن نأخذ بهذا الرأي لنطور جامعتنا، لأن عندنا ثقافة تشاركية ولابد أن نشارك الطلبة والأساتذة في كل ما نسعى إليه، خاصة على مستوى الإصلاح المقبل إن شاء الله. يرم الطلبة من خلال هذا اللقاء ربط جسور الحوار والتواصل والوقوف على مختلف الإمكانيات المتاحة في مجال التكوين التي تؤهلهم لولوج سوق الشغل. الهدف من هذا اللقاء وهو مناقشة دور التكنولوجيا في التكوين، في تكوين طلبة وفي التعليم العالي، وذلك من أجل البحث حول العلاقة التي تربط بين التكنولوجيا وبين التعليم العالي لتأهيل الطلبة لدخول سوق الشغل. هي إذن محطة تدخل ضمن البرنامج السنوي لنادي مسيري الغد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الذي يسطر أنشطة موازية لتكوين وتأهيل الطلبة لانتظارات المستقبل.